تبارك الله هاد العرس راه كبير هذا راه شجره هذا الاخوان ماشي عرس شجره. المهم دابا غندير التراب والسماد العضوي ديال البقر نخلطهم مزيان وندير بلاستيك ونحزم ما نخليش place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but I didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily it's how I pass time no opinions safely it's how I understand what I want in this place see cause everybody wanna tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be I don't wanna let myself down myself السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد إخوان اليوم غادي ندير عملية تجدير الأغصان شجرة الرمان هاي كما تشوفوا الشجرة هادي إخوان تبارك الله اللهم بارك أنا درت واحد الفيديو السابق ديال تغصين شجرة الرمان ورا ناضت ورا زرعت تبارك الله راه تقريبا هاد العام ان شاء الله غادي تعطينا الرمان بغيت نعاود ندير شي غصن اخر يكون كبير شويه كيف ما تشوفوا الاخوان ها هو هاد الغصن هذا اللي حطيت عليه يدي شتو تبارك الله راه كبير وغليظ ها هو الاخوان هذا كامل غادي نديرو حيت هنا في منطقه الدكاله عندك الرمان والزيتون والتين شجرة التين هادو تيصدقو هنايا مزيان وتعطيو الانتاج ديالهم مزيان الاخوان كما تشوفوا هاد الشجرة هاهي راه تبارك الله ما شاء الله راه كبيرة وراه تعطينا الرمان هادي راه تبارك الله واحد الرمان ديالها كديرة الاخوان نقول لكم تينوض بدون ادوية بدون فهمتي بدون رعاية ديال بزاف زعما نبقى نسقيها وهادي والو تتغرسها تتخليها تتعطيك الرمان ما شاء الله تبارك الله بدون رعايه بدون مقابله بدون ادويه بدون حتى شي حاجه الاخوان هنا في منطقه دكاله تيصدق الرمان والزيتون والباكور وكان حتى الهندي ديال الشوكه وكيف ما تشوفوها هو قدامكم هنايا الاخوان انا نوريكم هذه البلاصه كامله كانت هندي ولكن كيف ما تعرفوا هذيك الحشره القرمزيه ولا ما عارف قال لك اخ النوش ولا هذه ما فهمنا والو حنا الهندي ما بقاش عندنا ها هو تشوفوا الهندي ها هو كانت الدار ديال جدي الله يرحمه كانت كامله دايره بالهندي وكنا نجيو ناكلوا الهندي كل صيف كان هنا الهندي عندنا موجود الاخوان ساعة ما بقاش من جات هذيك الحشره القرمزيه ولا ما عرفتش يقولوا ليها انتوما هذا راه البقايا ديال الهندي راه كانت الحمد لله العائله كامله كانت تجي تاكل الكرموس هنايا الاخوان الساعه ما بقاش ماتت الهنديه كامله ما بقاش كيف ما قلت لكم الاخوان انتوما الشجر ديال الزيتون تبارك الله اللهم بارك راه هنايا في الباديه عندنا تبارك الله الزيتون راه تيصدق حتى هو ما تنسقيو ما والو الماء ديال الشتا وراه تيعطي الانتاج ديالو وان شاء الله هاد العام راه غادي نصور لكم اللي غادي نبغيو نحصدو راه غنصور لكم ندير لكم فيديوهات ونصور لكم اي حاجه للرمان للباكور لاي حاجه غنصورها لكم المهم الاخوان تابعوا معايا الفيديو غنديروا عمليه تجدير الشجره الرمان اخوان انا غادي نحاول نقرب لكم الصوره مزيان باش تشوفوني كيفاش غادي ندير عمليه التجدير
شاد تليفون في ايد وحده و تم تنقطع في الايد الاخرى. اخوان كيف ما شفتوا انا عريت عليها كامل جميع الجوانب ديالها، عريت عليها تبارك الله. هذه العشره راه كبيره، هذا راه شجره، هذا الاخوان ماشي عرش، شجره. المهم دابا غندير التراب والسماد العضوي ديال البقر، نخلطهم مزيان وندير بلاستيك ونحزم، ما نخليش الهواء يدخل باش يخرجوا الجذور من هنايا، ومن بعد غنجي غنقطعها وغادي نمشي نزرعها هكذا. حصلت على الشجره الاخوان، عرفت تبارك الله انتم، راه الشجره هذه راه ماشي عرش. المهم الاخوان شابوا معايا الطريقه ديال كيفاش غادي نغطيها بالتراب ونحزمها مزيان. اخوان كيف ما شفتوا احنا درنا لها عمليه تجدير شجره الرمان في هذه الاجواء الجميله ديال المطر، الشتا تتنشنش واحد شويه، والصراحه الجو زوين في الباديه منطقه الدكاله. كيف ما شفتوا الاخوان اجواء ناضيه، هاي الشجره اللي درنا ليها عمليه تجدير هي هذه، راه تبارك الله راه تتعطي الرمان كيف ما قلت لكم، راه زوين ومخير. المهم الاخوان اللي شاف الفيديو ديالنا يتابونا معنا، اللي باقي ما اشتركش يتابونا معنا، اشترك معنا وخلي لنا شي كومونتير شي تساؤل. بغيت نقول كاع الناس اللي متبعيني والناس اللي تخليوا لي كومونتيرات، بغيت نقول لكم شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، وتشاو تشاو مع فيديو اخر ان شاء الله.